انا ما بقيت اقدر ضل ولا لحظه. هلا مرتي بتفتح لي محضر. لك اخي انت محضرك معروف، بس انا المعتر لا بعرف شلون بده ينفتح المحضر، ولا شلون رح تحقق فيه، ولا شو العقوبه اللي رح اكلها. يا جميل انت اللي حتجنني، صار لك مدة عم تناضل لتصل لهالنقطة، وبس وصلت لها ما بدك تتنعم فيها. معك حق اخي، انا لازم اتنعم بالنجاح اللي حققته. قوم اتنعم حبيبي. شرف. في اليوم ناشفه على الاخر، ما في ولا وش حلو خارج ينشاف. بقلب على غير قمر. بركي شفت لي شي يابا. لك حاجه تهز، هزت لي اعصابي. روح اقعد هنيك. ماشي ماشي بروح بقعد هنيك، بس لا تقاتلي. طولي بالك علينا شوي، خلينا بحلمك. طفي التلفزيون كمان، حاجه تنقل من قمر لقمر، وجعت لي راسي. صحيح معك حق، ليش لنقل من قمر لقمر وانا عندي احلى قمر مثل هلال براس الشهر وهي طفيته. بس انت قولي لي لشوف، ليش كثير معصبه ومنرفزه وحبيت قاتلي؟ مصيبه يا نعيم، مصيبه اذا اتطلقوا كنت انا السبب. يتطلقوا؟ مين هي اللي بدها تتطلق؟ بس لا تكون بشعة، اذا كانت حلوه لا تخافي على مستقبلها، انا بتجوزها. نعيم هلا ما وقت مسحك. طيب فهميني شو القصه. رح فهمك وسيم، ما بدي وصيك. بعد شي ساعه بتعمل لي تليفون، حاكم اخوك مزنوق وبده مساعدتك. ماشي، وانت مثل ما اتفقنا تروق وحاول تحل الموضوع بهدوء وحكمه. ها ان شاء الله. يلا خيو، تصبح على خير. انت من اهلون. يلا معك. شكرا، مع السلامة. الله يسلمك. اوعى تنسى. لا لا. الله لا يعطيك العافية. هبلة أنتِ، هبلة. شو سويتي؟ خربتي بيت أظرف وأحلى وأرق وأغلى صديقة عندك. نزلتي على خدودها أغلى حبتين لولو. خطفتي البسمة من على شفاف المحقونين سيليكون. بكفي يا نعيم، بكفي. اللي فيني مكفيني. الحق مو عليك، الحق على هالدب اللي حكالك، الحق علي انا اللي فكرتك غير كل النسوان اللتاتات اللي الفوله ما بتنبل بتمهم، طلعتي مثلهم. نعيم قلتك شو رح يصير بيناتهم؟ شو رح يصير بيناتهم؟ ما بعرف، انت شو رايك؟ خبريني منكم نستفيد نحن. ترارا ترارا رتك رتك رتا ترارا ترارا رتك رتك رتا. مساء الخير. مساء الخير. عم نقول مساء الخير. جود ايفنينج. وين كنت؟ شغل، كان عندي شغل. وشو هذا الشغل؟ شغل يعني عمل. بس بزنس حلوي. مع مين؟ لا ما في بالعادة تسأليني هيك أسئلة. جميل عم اسألك، وين كنتوا مع مين؟ هنو يا هنو، هذا شغلي وانت مالك علاقة فيه. مو على طول هيك كنت تقولي لي. لآخر مرة عم اسألك جميل، وين كنت ومع مين؟ رجعنا للأسئلة اللي ما لها طعمة. لك يا هنو، انت شو بيهمك مع مين كنت؟ كل اللي بيهمك اني طالع مصاري، وانا اليوم طالعت مصاري. اليوم رتبت لك صفقة بين تاجرين بتطير على صفقة مراوح بتهوي. مراوح صيفية. وطلع لي منها مبلغ مرتب وجبت لك هدية. امسكي اول شيء الوردات لفرجيكي الهدية. امسكي. لا 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 ليش هيك؟ معك حق، هلا مو وقت الورد. مو انت وياه ولا؟ روح. علشان الشوك اللي بالورد، بحب الورد. شو بدنا بالورد؟ شوفي لي هالخاتم احلى. لك شوفي بيلبق لاصابيعك اللي مثل اصابيع الببو تبع الخيار. خبي خبي. جميل؟ لا 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 لا. كمان كبيتي؟ الله يسامحك. بسيطة. الله يقدرني ويجيب لك سوارة، ما في شيء من واجبك. تكرم عيني. طيب، هنو خذي هالمصاري واشتري فيه شيء هدية. لك جميل، اعترف مع مين كنت اليوم؟ اعترف لزوم. وين شو بدي اعترف؟ ليش شو مرتكب ذنب انا لحتى اعترف؟ سيدي انا بريء، انا ما عملت شيء منوب. طول عمرك كنت بتفكري انه بس جيب هدايا ومصاري، بحياتك ما سالتيني مع مين كنت وين رحت، وهلا ما راح اعترف. مالي عامل ولا ذنب، ما راح اعترف انا؟ ما بعترف. يعني مصر انه ما تعترف؟ رجعنا لقصة الاعتراف، ما راح اعترف. ايه انا راح اقول لك وين كنت يا حضرة البزنس ومع مين؟ كنت بكافيتيريا العاشق والمع شو؟ وقاعد مع وحدة ست اسمها ايفيكات. شوي ايفيكات، اسمها افاكات بالآ مو بالإي. هي افاكات بتكون بنت خالته لصديقي مدلوق المنجعي.
منجعي هيك لأنه بيقعد على طرف. هذا مدلوق المنجعي كان يحبها لبنت خالته، بنت خالته كانت تحبه وصلوا زمان ما شافها. إيه مدلوق، مين زعلت منه؟ أخته مدلوقة المنجعي. مدلوقة ضايقت كتير من بنت خالتها كنافة، قام إجا كنافة تدخل بالموضوع. كنا بس أنت شو عرف هيك؟ السعدان ضرب لك مندل ما؟ مزبوط، بس السعدان ما قال لي إنه إيفيكات تاجرة. مو إيفيكات، إنه أفكات. الله يسامحك، مزبوط. ليش الكذب بيحكي ضميره الواحد؟ هي مو تاجرة، هي أفكات بتكون سكرتيرته لكناف المنجعي، قرايبه لمدلوق اللي بحب بنت خالته إيفيكات، وهو اللي بده يشتري. لا، هو اللي بده يبيع. ليش الكذب؟ في فرق بين اللي بده يشتري وبين اللي بده يبيع. اللي بده يشتري بيدفع، اللي بده يبيع بيقبض، صح؟ أرجيلة فوت لأوضتك. إيه بس الأستاذ سعدان قال لي إن الست إيفيكات بتكون حبيبتك، وإنك أنت وياه ملتقيين كافيتيريا العاشي والمعشوق، وحاطط إيدك على إيدها. كذاب، ست مين كذاب يطلع؟ هي اللي حاطة إيدها على إيدي. إيه، مو أنا اللي حاطة إيدي. بتفرق أنا أكون حاطت إيدي على إيدها شيء وهي حاطة إيدها؟ إذا حاطت إيدي على إيدك من جمعتين أنا حاطت إيدي على إيدها. كذاب وست مين كذاب. بعد أنت شو بتفرق معي؟ ما أنت طول عمرك بتقولي أنا ما بتفرق معي، أنا مأمنت لك، بعرف شو في عندي. كنت مفكر هيك بس طلعت غبية، أكبر غبية، حطيت ثقتي بغير محلها. لك أنا بحياتي بس عندك وينك وشيت لقيت جواز علي يا زلمة. أنا أتجوز عليك؟ مين قال لك إنه بدي أتجوز عليكي؟ السعدان وليدك تجوز علي يا زلمة. يا فشل الصمام وركبناه على الحق الصمام نتفسح سوا. السلام عليكم. الله لا يسلم فيكم العظمة. نعم ولا؟ مرزي التقنين. اي لك عم طلع لك ليش صرت لازم تطير؟ يا شوف كيف راح تشك على راسك شك. انا شو عم تعملي؟ بدي اخلي لك الجو انت وستك افكات خانم. لا مو افكات، افكات افكات اسمها هي بطيخة. افكات غير افكات. لك شو عم تساوي؟ مو على اساس المرة اللي بتغار على جوزها بيكون عقلها صغير وانت عقلك كبير؟ شفت بعيني ما حدش قال لي. القصة مو مثل ما لك فهمانتيها يا هنا. هنا لك كبري عليك شبك، مو على اساس ما بتغاري علي. ارفع السحاب، سحاب البطيخة، ساعدني فيه لشوف. هلا كبري عقلك وحاجة قلة عقل، اتركي من ايدك. شو عم تعملي؟ لك انا لك مو على اساس مأمنة فيه، معقول ما بتثقي فيه انت؟ انا بيت اهلي، وديلي ولد طلالي يا غايبة. لا تقوم تعملها عن جد. هنا لك هنا هنا كبري عقلك يا هنا. يا بابي سيبني هنا. أنا لا 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 لا. كأنه قلبي جد القصة. معقول سافر لعند أهلها على حماص؟ لا عم تهددني. هلا أكيد بتهدى وبترجع لحالها. إيه بترجع نسوان وبعرف حركاتهم. لتقوم ما ترجع. ما قلت لك دير بالك على حالك، عجبك يلي صار؟ بابا الحقه ورجعها. خلص انت وياه فوتوا ناموا، بدكم تفيقوا بكير على المدرسة. وماما؟ فيقوا بتلاقوها هون ان شاء الله. اكيد. انقلع دنقور واصلي معي لهون. ها لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. روح. ولي اذا سافرت لعند اهلها وعملتها علقت مع حماتي انا. شيل لحماتي. أحسن شيء اتصل فيه واطمن عليها. نعيم شوف مين على الباب. مين على الباب؟ أهلا وسهلا يا هلا. مسا النور، مسا الورد، مسا البنفسج. يا اهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. ما هم موجودة؟ ايه موجودة، تفضلي. ممكن ادخل؟ طبعا. لا حول ولا قوة الا بالله. مين هنا؟ اضرب عليكي انا. ما ممكن اقضي الليلة عندكم؟ ولو يا هنا اهلا وسهلا، تفضلي البيت بيتي. لك شو صار معي؟ تركت البيت. لا يا هنا، ما قلت لك تتروي وما توصفي الامور لهالحال.
هذا اللي صار. على كل انا ما رح ازعجكم، رح اقضي بس الليله عندكم وبكره بسافر لعند اهلي. اصلا الوقت لو ما انا متاخر انا كنت هلا سافرت. شو جنيتي انتي؟ مشان تعلق مشكله بين اهلك واهله ما عاد نلاقي لها حل. ما عاد في حل يا ما، انا طلبت الطلاق. هيك بدك تستسلمي بهالسهوله؟ بدك تخربي بيتك بايدك وتخلي وحده تاخذ جوزك منك؟ شو ساوي؟ لازم تدافع عن جوزك وولادك وبيتك. جوزك غلط ما قلنا شيء، بس الحمد لله اللي لحقتي قبل ما يتجوز عليكي، وكل شيء بينحل بالتفاهم. يلا على اذنكم. وين رايح؟ انا رايح نام عند رفيقي، انتم هون ارتاحوا خذوا راحتكم بالبيت. لا استاذ نعيم، انا بروح وانت خليك هون. وين بدك تروحي؟ بروح بنام بالاوضه. ما حدا بيطلع من البيت، انت بتنام هون وانا هنا باوضه النوم. الله معك روح. وين بعتي يا ما؟ مشوار صغير. جبتي زهرة فيني جميل يا ما. غلطة وما عاد تتكرر يا هنا، بكره بترجعي لبيت تتفاهمي معه وخلص، ويا دار ما دخلك شر. لازم تحافظي على جوزك وتحميه، جميل كويس وبيحبك كثير، بعدين انت لازم تحميه وتحافظي عليه وما تخليه يكرر هالغلطة. غلطة غلطة وندمان عليها. ما كان لازم خليها تطلع من البيت، كان لازم امنعها بالقوة، يعني ضروري خليها الصمام ينفجر. لا لازم ينفجر لحتى تحس بقيمتي، لحتى تحس بكياني. تعرف مين انا؟ بتقوم تعملها عن جد، تعملها عن جد. لا ما بتعملها. بتعملها؟ شو عم تحكي انت؟ لا ما بتعملها. بتعمل؟ لا ما بتعملها. لا رجعت. اهلا وسهلا. تفضل. شرف. اهلا وسهلا. شكرا شكرا. تفضل. شرف. تفضل. شرف. الحمد لله الحمد لله. أهلا وسهلا. الحمد لله. أهلا وسهلا. كيف فيك؟ خير خير. شو في؟ الحقيقة يا أخي جميل أنا ما بعرف شو بدي أقول لك. قتلت معملتك ما؟ يا ريت كنت أنا. فهمت عليك. أخي جميل الحقيقة أنا خجلان منك كتير، يعني بصراحة أنا ما طلعت قد الأمانة. أنا كنت مفكر إنه الأسرار بين المرأة وجوزها ما بتطلع لبرا، بس مو تاري لك هالنسوان ما عندهم أسرار بنوب. مها حكيت لها لهنا عن قصتك أنت ورفيقتك يعني، بس أنا صدقني صدقني ما رح فوت لي إياها لمها بنوب، حسابها عندي بعدين. بس المهم هلأ أخي جميل مرتك عنا. عم تحكي جد؟ مثل ما عم قلك مرتك عنا. يعني بطلت تسافر لعند أهلها؟ هي كانت ناوية تسافر بكرة، بس نحن ما رح نخليها، وإن شاء الله ما بتضطر تترك بيتها وتسافر. قنعتوها ترجع؟ لا أنت لازم تقنعها. شلون بدي أقنعها؟ يعني هيك كلمتين حلوين منك واعتذار بسيط بتنحل الأمور وبترجع المي لمجاري. أسألني أنا. دك يعني أنا روح لعندها واعتذر لها؟ وهلأ ما لازم أبدا تخلي مرتك تبات برات بيتها. أسألني أنا. عدم المؤاخذة يا أستاذ نعيم، يعني
بالنسبة لزوجتي هذا البيت بيتها، حبلا ترجع أهلا وسهلا فيها، ما حبلا تصطفل. أما أني أنا روح أعتذر منها فهذا من سابع المستحيلات. لا جميل، قصدي لا أستاذ جميل، الموضوع ما هو موضوع حبلا ولا ما حبلا، يعني لا تواخذني المرأة وجوزها، بصير في بيناتهم خلافات وبيعتذروا من بعض وبيحلوها والحياة بتمشي. بعدين هالمرة أنت الغلطان، لذلك هلأ بتروح معي بتطيب خاطرة بكلمتين طيبين، منسهر مع بعضنا سهرة حلوة وبتجيبها وبتجي ماشي. لا تيبس راس، إذا مو مشانك أنت مشان الأولاد حرام، شو ذنبهم يعني؟ هو بصراحة مشان الأولاد أنا مستعد روح، بس يلا مشي معي فورا. اسمع لقلك برقدم ما رضيت ترجع معي. يا أخي أنا ومها من صالحكم ومنقنعة ترجع، مشي معي. فرضا ما رضيت ترجع، شو بساوي أنا؟ ساعتها بتكون عملت لي عليك والباقي على ربك، شرف امشي معي. عن اذنك. اكيد هي. ها الو، اهلين وسيم. لا اطمن، انفجر الصمام. ها وين تهنيني؟ تعا عزيني لانه انفجر البيت كله مو بس الصمام. بكره بحكي لك. هلا بكره بحكي لك، عندي شغل. الله معك، مع السلامه. أنو صمام الانفجر؟ على صمام عنا بالمديرية. اشربي هالفنجان القهوة وكل مشكلة إلها حلال. شكراً. يلا اشربي. كان معك عيا ما كان لازم دير بالي على جوزي، ما كنت وصلت للي وصلت له هلا. بسيطة ملحوقة، المهم تكوني استفدتي من هالدرس. هلا بتصالحي أنت وجوزك وبتصيري تديري بالك عليه وبتحافظي عليه وما بتتركي له مجال يعمل علاقة مع غيرك. لا يا ما، أنا مستحيل صالحه وبعد اللي عملوا فيه. شو عمل فيكي؟ لسه ما عمل شيء. احمدي ربك اللي لحقتي قبل ما يتجوزها. جميل عمل كتير يا ما، جميل جرحني وجرح كرامتي وغال الثقة والأمانة اللي كنت منعته اياها. بسيطة، كل شي بيتعوض. شلون؟ هي انتي وجوزك بتقرروها. جوزي خلاص ضاع، راح خد قلبي وراح. لا راح ولا ضاع، لا تعقدي الموضوع. فكرة السفر لعند أهلك وطلب الطلاق شيليها من فكرك نهائيا، إذا مو من شانك مشان الأولاد. الأولاد؟ أصلاً مو كاسر طاري غير الأولاد، عم يتقطع قلبي عليهم. شرف تفضل. معلش تفضل قبلي من الزاوية، تفضل. افهمي علي، قومي بقى خلي الجماعة يعرفوا يتفاهموا. قومي عند اذنكم يا جماعة. خلاص انه كبري عليك، الله يرضى عليكي. طوليها بتطوال وقصريها بتقصر. مطاطا بايخة، خلص شطيها بتنشط، ضبيها بتنضب، مطيها بتنمط، زغريها بتصغر. الله يرضى عليكي. طيب كبري عقلك وبنرجع البيت.
هذا بيتك مو بيتي. لك شو بيتي وشو بيتك؟ إيه بيتي بلاكي ما بيسوى متليك، هي إذا انباع السوق دائر لأنه كمان بايخة. لو حكيك صحيح ما كنت فكرت تتجوز علي وعدة ثانية يا خالد. طب خلاص وطي صوتك ما حلوة. ما بدي وطي صوتي. خلص ما حدا تشوز وحده تاني، روي خلص قومي روح على البيت يلا. ماني رايحه. خلص انه ما حلوه بلا امي خلص شو. ماني رايحه اني ماني رايحه. ومنين بده يجيني النوم؟ قلتك البابا رح يقدر يرجع للماما؟ الله يصلحه على هالعملة. ومين هي أفكات اللي بده يتجوزها؟ أنت بتعرفها؟ لا بعرفها ولا بدي أتعرف عليها. إذا صحيح البابا بده يتجوز أنا رح أترك البيت وروح عبيت جدي. وأنا كمان. طارق شو رأيك نتصل بالتيتا نحكي لها القصة بركي بتلاقي لها حل؟ أصحك تتصل فيها. ليش؟ ما بدنا نكبر الموضوع ونخلي الناس تشمت فينا. لكن شو بدنا نساوي؟ إذا ما حل البابا والماما مع بعضهم نحنا منحلها. نحنا؟ إيه نحنا، مو نحنا أغلى الناس عندهم؟ صحيح معك حق. نعم أخي نعم. صباح على خير. خلص إنه اعتبريها نزوة. هيك رجال في عندهم هبة بسموها هبة الأربعين. خلص هبيتها وانطفيت. هي أفكات ما عاد تشوفها بوعدك. ما عاد تصها منوب طيب. خلص أمي روحي على البيت. اعتبريها غلطة أمي روحي على البيت خلص. في غلطات الواحد ممكن يغفرها بس غلطتك أنت لا تغتفر. لك يا هنو طولي بالك طيب اسمعي لقلك. منروح على بيتنا بنتفاهم ما حلو قدام الجماعة امشي على البيت. ماني رايحة. خلص تعي بقى. قلت لك ماني رايحة وما في حد غير الطلاق. الطلاق. لا يا هنا لا يا هنا هذا الحل مو من صالحك ولا من صالح بيتك وولادك. روحي قومي ورجعي مع جوزك بتناموا بدون ما تفتحوا الموضوع. بكره الصبح بتفيقوا رايقين وبتتناقشوا وبتتفقوا. مها معها حق. اذا بتحبونا قصدي اذا بتعزونا بتروحوا هلا بتتصالحوا وبكره بتجوا لعنا وانتم مبسوطين ومشقرقين وشكون عن الشع نور وسعادة. لا هنا عاقلة ما بدها مين يوعية. هلا بدها تروح مع جوزها وبكره مثل ما قال نعيم عازميكم على حلاوة الصلحة. خلص مها لا تغطي علي تركوني هون انا. طيب هدي اعصابك هلا ارتاحي. استاذ جميل معلش خليها اليوم عنا بكره بتهدأ اعصابها وبتروق وبتجي بتاخذها. ماشي مثل ما بتريدوا. شكرا كثير يا جماعه لوقفتكم معنا والله الله يقدرنا هيك نخدمكم لما بتطلبي الطلاق. لا تتشكرني اخي جميل. دقه بدقه يعني انتم مسلفين. هذيك المره انتم صالحتونا هالمره نحن بنصالحكم. مرت الجاي انتم بترجعوا بتصالحونا وهكذا دواء اليك. شكرا يا استاذ نعيم الله يقدرك تصير تحكي هيك. انا ماشي انه بس ما حبيت منك كلمة الطلاق. صباح الخير يا جماعة. مع السلامة. لا. لا ما رح ترجع ورطني بترجع. لا ما رح ترجع. رو انت ويا ولا ارجيله ارجيله دنقور دنقور. امو بابا بابا وينها ماما؟ هلا بتجي. وينها هلا؟ بكره بتجي من المدرسه بتلاقوها هون ان شاء الله. يعني تصالحتوا؟ ايه تصالحنا بابا. طيب ليش ما اجت معك؟ خلص سليم خلص عمي ان البابا بكره رح ترجع. يعني بكره رح ترجع.
تصبح على خير بابا. انت من اهله. تصبح على خير جمولتي. الو، مساء الخير مدام. تعطي لي استاذ وسيم اذا بتريدي. لا تواخذيني، اضطريت اتصل بهالوقت، عدم مؤاخذه، بعتذر. انا جميل، جميل الحمصي. يا مدام بعرف انه مو هاد بيت جميل الحمصي، انا جميل بدي وسيم اذا سمحتي. ايه لا، في موضوع هيك بيني وبينه. لا شغله رجاليه. ايه لها علاقه بالصمامه، عم نتاجر بالصمامه. انت اعطيني اياه انا بحكي له. ايه هو بيحكي لي لو سمحتي. تعرف البيضه من باضه والجاجه من جاجه، من جابه. الو وسيم، اول شيء بدك تلاقي لي حل مع مرتك. ها كل ما حكيت معك بتعمل لي استجواب واستنطاق. قوم تعال عندي. شو ما بتقدر تحجج حي الله حجه. خلص الا اني انا مريض وعم موت ولازم تشق علي. هلا بدك تجي؟ ايه تعال. لك يا اخي دبر حالك، مو معقول شو خروق. يلا تعال. ايه لك مو بس الصمام انفجر، البيت انفجر وانا راح انفجر كمان. قوم تعال. ما له شيء والله تعال. يلا. شكو شكو. هنا امي فوتي نامي جوا، الصباح رباح. لا فوتي نامي انت ونعيم جوا وانا بنام هون. شو تنامي هون؟ انا ما صدقت اجتني الفرصه مشان بعيد عنا شوي، انت نامي جوا احسن. نعيم؟ عم بمزح شبك، عم بمزح، لا تقولي لي حلوه. طيب ماشي، رح خليك نايم هون كل العمر ان شاء الله ما تخانقوا مشاني. ما رح نتخانق، قومي فوتي نامي جوا. يلا تصبح على خير. وانت من اهله. ما جيبي لي اغراضي من جوا البيجامة وشو كم شغله مشان نام هون. طيب هذا كل اللي صار. لو اخيرا زعلان، لكن ما انت هذا اللي حفيت مشان توصل له. مزبوط، بس ما كنت مفكر انه الامور توصل للطلاق. انت اللي جبت كل هذا لنفسك، فاجني ما اقترفت يداك. قال دبي ارطت خياره وكسرت درسها، ما ضريت غير نفسها. هلا انا جايبك تلومني ولا دبي؟ لك انت اللي قارت خياره وكسرت درسك. دبي هذا حكي، هذا دبي هذا. لك انا اخي شلون بدي ساعدك؟ ما بعرف، بدك تلاقي لي حل. طيب ما في غير حل واحد. شو هو؟ انك تروح تحكي هالمشكله كلياتها لمرتك وتجمعها مع افكات، يعني امل، وبتنحل مشكلتك كلها. لا هيك ما بيمشي الحال، بجوز هي تقتنع بس انا بكون طلعت من المولد بلا حموص. لك اخي جرب جرب، يمكن تستفيد. سألني انا. لا سيدي ما رح استفيد شيء، لانه انا كل الخطط اللي عملتها لحتى اخلي هنا تغار مني. هلا بجوز هي تصدقني وتقتنع بس بفضح حالي. طبعا بفضح حالي، ما بتعود تغار علي حتى لو شافتني لافف وحده ثانيه. انا اللي بدي اياه يا وسيم انه مرتي ترجع البيت بس تضل مقتنعه اني كنت بحب وحده ثانيه وبدي اتجوزها. ومنين بدي داعي لك هي الطريقه؟ ما بعرف، انت مؤلف، مثل ما بتعرف تحبك القصه بدك تعرف تحلها. بدك نصيحتي؟ لا. روح اعترف لمرتك بكل شيء ورجعها ورجع صمام الامان وعيش انت وياها بسعاده وامان. لا لا، أنا مشيت بطريق وما راح وقف لأوصل لنهايته، يعني للقفلة. معناتها قلع شوكك بإيديك، أنا ما عندي شيء أقدم لك يا غير هيك. ممكن أقدم لك مساعدة أخيرة، ها إنه روح لعند مرتك وأحكي لها القصة كلياتها، لأنه إذا حكيت لها إياها أنت ما حصدقك، أما إذا حكيتها أنا بصدقني أكثر. لا لا سيد وسيم، شكرا. إيه لكان خاطرك. وين رايك؟ ما بقدر اتاخر اكثر من هيك، انا بالزور لقدرت اقنع مرتي انه اتاخر عن البيت نص ساعه. ما في خواص، بتضل خروق. لكان دبي وخياري. إيه لا سيدي، دبي عضت التايه، ما حدا فاهم شو الحكايه، وما كسرت ضرسها ومو بايخه. نعيم يا نعيم يا حبيبي، قوم. لا ما عاد تقوم، هلا المخلوقه بتخجى منك وانت نايم. نعومة قوم يا حبيبي قوم. صباح الخير. صباح النور. قوم. المخلوقة بدها تقوم. ايه يلا رح قوم. يلا.
لجوا. فارقة؟ صباح الخير. صباح النور. شلون انتي؟ الحمد لله. ان شاء الله هديت اعصابك؟ يعني احسن. طيب يلا قومي البسي لجهز لك فنجان قهوة. يلا. واحد اثنين ثلاثة. جميل. ليه تأخر الولاد عن المدرسة؟ التاوب لهنيك. سلوم سليم سلومة بابا أرجيلة وضربة تخلع رقبتك. قوم تأخرت على المدرسة. بابا اليوم الجمعة ما في مدرسة، خليني نايم. صباح الخير بابا. شو رجعت لماما؟ يا بابا كم مرة فهمتك تتاوب لهنيك؟ خلص ناموا بابا، هلا الماما بترجع ان شاء الله. نام حبيبي نام. اكيد الماما. اكيد هي. هنا ماما. هذا انت؟ لك خير؟ شو جابك بالبيجامة؟ جميل. اعطينا 50 ورقة نحاسب تاكسي. مو مشكلة، هلا ال 50 ورقة بس فهمني. اسمع، لإلا صار له ساعة عم نتفتل بالسيارة، بدي 50 ورقة. هلا مو مشكلة ال 50 ورقة، تعال لإلا تمشي. فهمني شو طلعك من البيت هيك بالبيجامة؟ خير؟ جميل. هلا حاسبه بعدين بنحكي. لك يا أخي بحاسبه بس فهمني، لك شلون بتطلع هيك؟ شو صاير؟ هلا معقول هيك حاسبه أول؟ ماشي. حاسبونا يا أخي. قديه بتعمل؟ 150 ورقة. هلا كنت عم تقول 50 ورقة، مو قلت لي 50 ورقة؟ هلا كلمتين تلا بصيروا 200 ورقة. لا مشي، اليوم الجمعة خليني استفتح. اعطيني. تفضل. حقاني. لك عم توفي معك اي شغلة التاكسي؟ لك خاصة يوم الجمعة الصبح نسترزق لنا وللعن. خاطرك عمي. سلام على هوي. هلا هذا شوفير تاكسي وانا مدير. يلا بابا فوتوا على اوضتكم ناموا. يلا عمو وسيم، ليش جايب البيجامة؟ بدك نام عنا؟ لا حبيبي ما بدي نام عندكم. لكن ليش جايب البيجامة؟ عيب بابا، شو هالأسئلة ما لها طعمة؟ يلا دنقول، خد أرجيلي وعلى وضوتكم. يلا شو القصة نسوان؟ بتحرضوا رجال بيجوا بالبيجامات؟ يفكحك على لسان. بعدين أخي اضرب أنت ومشكلتك. تعال إيلي حل هالورطة اللي ورطتني فيها. المرام مرضي يعني ترجع على البيت. عجبك خايف غيبتها برات البيت. الله يجيرك. خايف غيبتها برات البيت تطول. ساعتها بتصير الرجعة على البيت صعبة، هي إذا مو مستحيلة. ما راح تزبط معك، بدك ترجع بالكرسي لورا. هلا لشو؟ خلص بكفي حاجة تدقدقلي بجريك، لاقي لي حل لهالمشكلة اللي أنا فيها. أنت اللي بدك تلاقي لي حل لمشكلتي. خير لشو مشكلتها؟ نايم أنا وهالمرأة بهالدخل وبأمان الله وآخر انسجام. حلو؟ ما حد جاوبني. حلو. وندق باب البيت. حزير امتى؟ طبعا ما حتعرف. الساعة 6 الصبح. حزير مين اجا؟ هلا شو بدي اقضيها على حزازير؟ عجزت. ما بدك تعرف شو مشكلتي؟ احكي. طلعت اللي جاي جارتنا. قال شو؟ شافتني امبارح بالكافتيريا انا ووحدة ومرة. وما قدرت تخبي الخبر ببطنها، قال لح تنفجر. فاجت قبل الشحادة وبنتها مشان تزف هالخبر السعيد لمرتي. ها. وجاي تشكيلي وبعدين شو بعدين؟ علقت بيني وبين مرتي والتموا علينا هالجيران وفتحت باب الصاله دفشتني لبرا وسكري. ما تكمل. خفنا نتبهدل قدام اهل البنايه. نزلت اخذت تاكسي درت درت وين بدي اروح؟ قلت اروح لعند ابن الحمصي. وانا شو في عندي يا ابن الريس اللي فيني مكفيني وسيمه؟ شو يعني بدك تتخلى عني بمحنتي؟ انت سبب المشكله وانت اللي بدك تحلها، ويلي طالع الحمار على المادنه بده ينزله. طالع الحمار ونزله
لك تنزيلتك صعبة، أنا شو بدي سأل فيك؟ ما بعرف، فكر شلون بينزلوه. تنزيلتك صعبة؟ لك شاي تستشيرني؟ مو أنت اللي على أساس كاتب وأبو الأفكار وبتلاقي حل لمشاكل العالم؟ دكاري أنا حللك مشكلتك. ايه قوم كبوا الميات، قوم روح على البيت لعند مرتك وتحاك عليها بشي كذبة بيضاء، قوم. لك يا جميل، لك يا جميل، هي آخرتها معك؟ هذا اللي طلع معك؟ يعني شو بتتوقع يطلع معي وأنا بهالحالة؟ مو الحق عليك، الحق علي اللي اجيت لعندك، خاطرك. ابا خبرني شو بصير معك؟ جميل؟ لك مو على اساس رحت. خير شو بدك؟ زكاتك بدي 500 ليرة. لشو ال 500 ليرة؟ أجار تاكسي. اجرة التاكسي 500 ليرة. ايه لكن شلون بدي اصل لحمص؟ بونجور، يسعد لي صباحكم اللازة وردي. وصباحك. ان شاء الله دايم. صحة وهنا. انا ما شربت قهوة بس انتو شربتوا، قومي اعملي لي فنجان قهوة، مو كل يوم الواحد بصح له يشرب فنجان قهوة مع الحلو. قوم البيت جيب لنا كرواسون وبس ترجع لك احلى فنجان قهوه. اذا مشاني لا تعذبي انا ما بفطر. نحن بدنا نفطر. يلا قوم اتلحلح. على راسي كرمال عين تكرم مرج عيون. ومين العين ومين المرج؟ بعرفك ذكيه بتلقطيها على الطاير. يلا طير روح جيب له فطور. بدك شيء ثاني؟ سلامتك. ايه هنا شو فكرتي مشان الموضوع؟ ايه طول الليل ما نمت وانا عم فكر. وشو قررتي؟ ما بعرف مها، ما بعرف شو بدي اعمل. اصلا ما كاسر ظهري وصعبان علي غير الاولاد. برافو عليكي، هذا هو التفكير السليم. بس شلون بدي اقدر انسى اللي صار؟ كل شيء ممكن ينتسى، المهم انك تاخذي عبره من اللي صار وتحاولي جهدك ما يتكرر. مو انا اللي بدي كررها، الخوف هو ما يكررها. لا تفسحي له مجال يكررها. شلون؟ شوفي شو ناقصه جوزك وامني له اياه، وبعدها ما مفكر يتجوز عليكي. اي صدقيني يا ماما ماني ناقصه عليه بشيء، لا بنق عليه ولا بتدخل بشغله ولا بقول له لا وين رايح ولا وين جاي. اي شو بده اكثر من هيك؟ شو ساوي له؟ بجوز هالثقة الزايدة هي اللي خلته عم يطمن من ناحيتك ويلفي على غيرك. لازم تعرفي جوزك وين عم يروح، مع مين عم يقعد، مع مين عم يتقابل. لازم تشغلي كل وقته، متى ما لقيتي قاعد قلي له يلا بدنا نروح مشوار، روحي لعند اهله، طلع لعند الجيران، هيك ما بتخلي له لحظة يتقابل مع حدا. هلا المهم شلون بدها تنحل هالمشكلة؟ انا مستحيل اعمل جنتايت وارجع لعنده على البيت لحالي. هاي بسيطة. شلون بسيطة؟ امبارح مو قدام عيونك رحنا لنجيبها وما رضيت تجي. اخي بدها ترجع بترجع لحالها، ليكو الباب مفتوح. الله يرضى عليك، لا تكبر الموضوع، خلص روح مره تانية وجيبها، بعدين انت الغلطان، يعني لا تواخذني مقصر وصوتك عالي. نعيم بشرفك، مو هي بعدتك تقنعني مشان روح جيبها؟ بدك الحقيقه؟ ايه لا. طيب بلكي رحت لجيبها وما رضيت تجي معي، شو بصير فيي انا؟ لك اخي بترضى بترضى، بس انت روح بعدين احكي معك كلمتين حلوين بتلاقيها سخسخت ورجعت، وما عرفت تحكيهم انا بحكيهم عنك. قوم. مالي رايح. بابا الله يخليك، قوم روح جيبها مشاننا. ايه بابا، بهون عليك حدا يتحرش بالماما وهي جايه؟ قوم روح انت مع عمو، تعوا انت وياه مع مشان تحموها. مالي رايح. مشاني بابا. بروح قوم شرب. جميل جميل. اه بس السيارة انا روح بسيارتك ولا بسيارتي؟ اخي بنروح بسيارتي. مش سيارتي مين بده ياخذك؟ بنروح انا وياك بسيارتي، بنرجع انا وياك ومرتي ومرتك بسيارتي، بننزل نحن بترجع بسيارتك انت ومرتك. طيب منيح ماشي، بنوفر بنزينات. هاي انعديت امشي. لك ما تطول ما تطول، رح اشرب بطيخ فنجان قهوه وراجعه. لا تكركبوا البيت بغيابي، بدي اشوف قصتها هنا. شو قصتها؟ بارح المساء لأنه ما بينت واليوم ما سمعت إلا حس لك نزيل عن دليل التليفون. شو بدك بالدليل؟ منيح لي ما عندي صفر، كنت وخربتوا بيتي. يحب يتصل لي للعالم الآخر كمان. ديروا بالكم على السقيفة. لا لا مو من هون، خيلتوني. فهمتوا شو وصيتكم حبيباتي؟ خلصنا بقى ما بطول، لزقتوني خلاص كله فنجان قهوه.
بدك يخرب بيتك انزل انزل خليك هون ما تفوز بس ولا كلمة خلاص هي رجعت لماما ما حلو البابا يروح يجيبها ويرجع بجوز رجعت لوحدها بجوز بس الماما ما عم مفتاح بجوز نسانيته بالبيت صباح الخير خير شوفي الماما ما في شي خالي وين الماما الماما والبابا راحوا لعند بيت جده جده مرضان وراحوا يشقوا عليه لا لا جدكم مرضان بيطولوا ليجوا ما بنعرف وانتوا ليش ما رحتوا تشقوا على جدكم معه الماما ما خلتنا نروح معه مشان ما نعذب جده بتعرفي نحن اشقياء حبيبي سليم فوت جيب لي شويه قهوه خالص البن من عندي يا عيب الشوم منك يا جارتنا القهوة كمان عنا خلصت والبابا لسه ما جاب طولت مبارح أمك لسه جايبت معها نص كيلو شايفة شايفة الله وكيلك ما عمل لحق بن كل يومين بدنا نص كيلو ضيف رايح وضيف جاي سئيل رايح وسئيلة جاي الله يساعد أبي شو بده يلحق ليلحق طيب سليم جيب لي دريت شاي كمان ما عنا أحسن حبيبي شنو أنا معي القلب ما بيسوالي لا الكفايين ولا الشيئين دربي سد معي رد وبتوعدني انه ما بقى تعيدها خلاص بوعدك بس لا تشوطيني انت يلا نشوف بوسوا شوارب بعضكم البعض نحي ايه صح صح ببوسوهم ببيتهم شرفوا وين رايح بدي ساعدهم بتنزيل الشنطه ما معقول خليهم هن يحملوا وعيب شو بدهم يقولوا عننا اتركها من ايدك بلا كتر غلبه يكتر خيركم ما بعرف شلون بدي اتشكركم اذا بدك تشكرنا عن حق وحقيق ديروا بالكم على حالكم وما عدتوا تعيدوها مره ثانيه لا فعلا كثير شكرا لكم لانه عذبناكم معنا انت ولا يهمك ضلوا تزعلوا وضلوا تعاون عنا مشان نصالحكم نعيم لك شبك عم نمزح يلا شرفوا خلونا نمشي وين رايح بدي اروح معهم اكل حلوان الصلحه بعدين بناكلها والسياره تركتها عنده بدك تروح معه لك انا جهزت حالي بسم الله راحت وراحت ورحت قد لشي ساعتين ثلاثه رح روح انا كمان غير ثيابي مشان المطعم ما حلو تفضلوا ارتاحوا تفضلوا تفضلوا عفوا بابا يطول قد ما بده المهم يرجع والماما معه يا رب من تمك لباب السماء ماما ماما هات الشنطة عندك بابا يلا هنو مشان ما نتأخر الجماعة منتظرونا تحت انا رح أمن اكل الاولاد وغير ثيابي انا نازل استناكي تحت مشان الجماعة جميل جميل وين رايح فوت طلع اكل الاولاد من الفريزر وانا راح اغير ثيابي ما حد امي ما حد امي عوجه لا دبوس على جنبي جميل تفضلي تفضلي مدام تفضلي مدام هيك ماشي الحال يا سيدي مدام نحن صالحناكم معناها الصلحة علينا أنا اليوم عازمكم على الغداء اطلبوا وتمنوا ولا تخافوا لا تخافوا ها لا لا أستاذ نعيم هالمرة بدك تسمع لي الغداء على حسابي أنا لسببين السبب الأول هو عودة المياه إلى مجاريها بيني وبين زوجتي وعودة الجسور والتواصل الإنساني بيني وبينها والسبب الثاني أنه الحقيقة كان هذا بفضل إسهامكم وتعاونكم وسيروا ونحن من جنبكم يا ها 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 بس وينك ها؟ أنا بدي أطلب بدي أكل جمل محشي من دومة جمل محشي سئيلة ما تكرم عينك مو جمل محشي بجبلكم كمان ديناصور محشي يا أسأل المهم أنك تكون مبسوط وتكون مها مبسوطة وهناء مبسوطة كمان إن شاء الله بتضلوا مبسوطين مع بعض على طول شو بدك تقطعي برزقتنا أنت؟ شو قصدك؟
قصدي يعني اذا انبسطوا وضلوا متفاهمين مع بعض ما رح تتكرر هالقعده الحلوه. لا رح تتكرر، لانه بعد بكره عيد ميلادي، ساعه تطلب يلي بدك اياه، خروف محشي، بط محشي، كل اللي بدك اياه. اذا هنا بتكون موجوده معنا وبتكون منوره مثل القمر. انا مستعد اعمل لك 360 عيد ميلاد بالسنه. 300 هي اسال وحده. عفوا حبيب، شو بتحب تتغدى؟ انت شو بتعرف تطبخ؟ نعم اطبخ لك. انت عم تسالني شو بتحب تتغدى؟ بابا طلعنا من الفريزر كبه وصفيحه، شو بتحب سخن لك؟ انت شو بدك تتغدى؟ هلا انت شو بدك مني؟ انا مشان اطلب عكس يلي بدك تتغدى. ليش بقى؟ مشان اكل من الاكلتين، انت بتطعميني من اكلتك وانا بطعمك من اكلتي. معناها رح سخن الاكلتين، شو ما بدك تاكل كول؟ اكيد تعمل هيك من عدم ما تسالني. ريتا ريتا يا ريتا 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 يا حياتي. معدتي عم تمرت علي مرتي، صار ما حدا رح يستفقدني لا باكله ولا بشربه. يوم شوف شو في بالبراد، نقوش لي شي نقوشه. وين راحت هناء مع جوزها؟ أكيد راحوا يشقوا على عم المريض. إيه بس ما حلهم يجوا من عنده، قوام راحوا له. يمكن تقل بالمرضى وتلفنوا لهم. هلأ وقت مرضته يستناني كان لطيب وقدر حوس بحالي بعدين يمرض. هلأ هنا بتلتهي بعمها وبتنساني. بدك توقعي على راسي ما فشرتي؟ بعدي